السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بعد حصولها على الإجازة في الحقوق، اضطرت حياة بوسهول للعمل في مكتب شركة للتأمين. كان ذلك في العام 2000. ظل حلم مواصلة الدراسة يلازمها، تظن أنها ستستطيع يوما ما أن تسجل لتحضير الماستر. منذ التحاقها بمكتب شركة التأمين في شارع المسيرة الخضراء في المعاريف بالدار البيضاء، تعودت على أن تسلك الطريق نفسها حين تعود إلى بيت أسرتها في حي الحبوس. تمضي في شارع المسيرة الخضراء حتى تبلغ نهايته، حيث يلتقي مع شارع الزرقطوني. هناك في أغلب الأوقات يتسنى لها أن تستقل سيارة أجرة وتمضي. عدا علاقات الزمالة في مكتب الشركة، حيث هي مكلفة بحوادث الشغل والمتابعات القضائية، لم تكن حياة تقيم علاقات كثيرة. كانت تهوى القراءة مع ميل إلى فنون الطبخ لا تخفيه. كانت أمها تقول عنها إنها طباخة ماهرة. عدا ذلك، تحتفظ الشابة بذكرى علاقة حب قديمة كانت نهايتها مؤلمة، فقد مات الحبيب في حادثة سير. تخطت حياة مأساتها تلك وتغلبت عليها وترفض أن تستحضرها. في مارس من العام 2009، لاحظت حياة أن شخصا لا تعرفه ولم تره قط من قبل كان ينتظر خروجها من المكتب فيتبعها ولا ينصرف حتى تركب سيارة الأجرة. كان في كل مرة يردد على مسامعها من تلك العبارات التي يرددها من يريدون بالفتيات والنساء تحرشا. كانت تتجاهله، ثم صار يأتي راكبا سيارة يطل برأسه من النافذة ويكرر العبارات نفسها: ألا تركبين؟ كانت تتجاهله وتكتم في نفسها ما تعانيه من مضايقاته. فكرت مرة في إبلاغ والدتها، ولكنها خشيت أن يعلم شقيقها عزيز. كان شابا يكبرها بعامين، يعمل في شركة لتوريد وتوزيع قطع غيار السيارات، ولكن كتمانها ما تعانيه لم يعد ممكنا منذ أن لاحظت أن الرجل صار يتبع سيارات الأجرة التي تستقلها حتى تبلغ الحبوس. حين تنزل يتبعها بسيارته وهو يكرر كلماته السخيفة تلك. ولعلها صدمته ذاك المساء حين توقفت وسألته عما يريد. تذكر أنه لم ينطق كلمة واحدة وانطلق مسرعا، ولكنه لم يكف عن ملاحقتها والتحرش بها في الأيام التي تلت. بالنسبة لحياة، فإن الرجل صار مصدر خطر وقلق، وهكذا فاتحت أمها في الموضوع. قالت لها إن شخصا يلاحقها كل مساء، كان يفعل راجلا ثم صار يأتي بسيارة، وما أن يكون بمحاذاتها يخرج رأسه من النافذة ويشرع في تكرار تلك العبارات التي يرددها المتحرشون بالفتيات والنساء. بدت الأم في مرحلة أولى وكأنها تشجع ابنتها على تجاهله، إذ ذاك أخبرتها حياة بأنه صار منذ فترة يلاحقها وهي في سيارة الأجرة حتى تنزل في حي الحبوس، وإنها تخشى أن ينالها منه مكروها. كان فيما حكته حياة ما يقلق. بدت الأم مترددة في إبلاغ ابنها، ولكنها وهي تحاول إيجاد بديل عن ذلك لم تهتدي إلى أي شيء. قالت لحياة أن تكتم الأمر لبضعة أيام حتى تجد وسيلة تثني ذاك الذي يلاحقها ويتحرش بها. في اليوم التالي لم يكن بمفرده، جاء معه شخص آخر. كانا معا يرددان كلمات لا تفتقد إلى الخلاعة. انتقلت إلى الرصيف المقابل، فكان الذي يجلس إلى جانب السائق يقوم بما كان يقوم به الآخر خلال كل تلك الفترة التي مضت. تبعاها حتى حي الحبوس، ولما نزلت ترجل الذي كان إلى جانب السائق وعلى مرأى ومسمع من المارة، أمسك بها من ذراعها وقال: سآتي بك طال الزمن أم قصر. تمكنت من التفلت من قبضته.
أحست بغضب جارف يكتسح جسدها، هو غضب وخوف كبير. جرت حتى دخلت المنزل، بينما انقلب الذي اعتدى عليها عائدا إلى صاحبه الذي بقي في السيارة. لم تكن حياة تظن أن شقيقها في المنزل، كانت تبكي، وما أن أغلقت الباب حتى سقطت على الكنبة. حين جاءت أمها تسألها عن السبب، ردت بأنهما صار اثنين، وأن أحدهما أمسك بها من ذراعها وهددها. وضعت أمها كفها على فمها وكأنها تمنع نفسها من الصراخ. في تلك اللحظة خرج عزيز من غرفته، وقد استوقفه مشهد شقيقته الواقعة على الكنبة وأمه التي تحاول تهدئتها. ما الذي حدث؟ قال الشاب. لا شيء، ردت الأم. ولكن انخراط حياة في البكاء جعله يدرك بأن والدته تريد إخفاء شيء ما. عاود السؤال: ما الذي حدث؟ هل اعتدى عليها أحد؟ نظرت أمه إليه، ثم وهي تكفكف دموعها أومأت برأسها أن نعم. من؟ شخص يلاحقها منذ عدة أسابيع، وقد جاء اليوم مع آخر حاول الإمساك بها لما نزلت من التاكسي في مدخل الدرب. أطرق الشاب برأسه ثم تقدم نحو شقيقته وضمها إليه. لا تخافي، سألقنهم درسا لن ينسوه. لا أريدك أن تخاطر بحياتك، سنتقدم بشكاية إلى الشرطة. نظر إليها مطولا، لم يكن يريد التعليق، ولكنه اكتفى بالقول إن شاء الله. هدأت حياة، هي تعلم أن شقيقها لن يخذلها. ترى أن تقديم شكاية لدى مصالح الأمن كفيل بأن ينهي معاناتها مع ذلك المتخلف. في الوقت ذاته هي تخشى أن يخطو عزيز خطوة متهورة. أمضت من الليل قسما وهي تفكر في ذلك. في الصباح نهضت كعادتها وهيأت نفسها لتتوجه إلى العمل، وبينما كانت تهم بالخروج ناداها عزيز وطلب منها أن تنتظره. لم يطل انتظارها سوى بضع دقائق، أخبرها بأنه سيرافقها إلى العمل، وإنهما سيعرجان على الكوميسارية لتضع شكايتها ضد ذلك الذي يعاكسها. تعلم أن ذلك يتطلب وقتا، وأن انتظارهما في الكوميسارية قد يطول، ولذلك اتصلت بمدير مكتب شركة التأمين وأبلغته بأنها ستتأخر لقضاء أمر طارئ. في الكوميسارية منتظرون كثيرون، كل له شأن يريد قضاءه. استغرق انتظارهما هناك 3/4 ساعة، كانت شكاية ضد مجهول. أوصلها عزيز بسيارته حتى باب الشركة ثم ودعها. في المساء عاودتها المخاوف وهي تغادر مكتبها، ما أن وطئت قدماها الشارع حتى ظهرت لها سيارته. كان لونها الأحمر القاني يجعلها تظهر من بعيد. مشت على الرصيف باتجاه نهاية شارع المسيرة الخضراء. في الآن نفسه كانت تجول بنظراتها علها ترى سيارة أجرة. كانت السيارة الحمراء تقترب من الرصيف. مرة أخرى لم يكن وحيدا، الذي معه يكرر الأسطوانة ذاتها. ظنت أنه الشخص نفسه الذي اتبعها وأمسك بها من ذراعها أمس. رأت وجهه، إنه هو. ثم سمعته يقول: اليوم لن تفلتي مني. هرولت لما سمعته يقول ذلك، أحست بدقات قلبها تتسارع. في آخر الشارع وقفت، هنا الشارع ليس خال تماما، وما أن وقفت حتى توقفت عندها السيارة الحمراء. هيا اركبي، قال صوت الذي يسوق السيارة، صوت لا يخطئه سمعها لفرط ما سمعته يتحرش بها. ولما تجاهلته نزل الذي كان بجوار السائق وحاول الإمساك بها وجرها إلى السيارة. في تلك اللحظة بالذات وسط صوت احتكاك العجلات توقفت سيارة. بضعة أجزاء من الثانية جعلتها تتعرف عليها، هي سيارة عزيز. كان معه شخص آخر انقض على ذلك الذي كان يحاول الإمساك بها، ألقاه أرضا
ودون ما انتظار نزل إليه، جلس على صدره وصار يوجه إليه بلا هوادة اللكمة تلو اللكمة. حاول الذي يسوق السيارة الحمراء أن يتدخل، كان عزيز ينتظره، أمسكه من عنقه ومضى يدفعه حتى ألصقه بجدار. كانت يده اليسرى تمسك به، كان يبدو معلقا عند الجدار بينما كانت يده اليسرى تصفع وتلكم. في لحظة حاول التفلت ولكن ركلة قوية شلت حركته. ظن عزيز أن الرجل فقد سنين على الأقل، ملامحه اختفت وراء الدم الذي يسيل من أنفه وفمه. كانت حياة قد دخلت سيارة أخيها لما توقف عندها دراجان من الشرطة، ثم لحقت بهما سيارة على متنها شرطيان. حمل الجميع إلى الكوميسارية. حاول الادعاء بأن عزيز وصديقه اعترض سبيلهما واعتدي عليهما دون أن يعلم لذلك سببا. رد عزيز بأن الاثنين حاول خطف شقيقته. تم الاستماع إلى حياة فأكدت أن الرجلين ظل يلاحقانها عدة أيام يتحرشان بها، وأنهما حاول خطفها مساء أمس وهذا المساء، وذكرت بأنها تقدمت بشكاية ضد مجهول. أثناء الاستماع إلى صاحب السيارة الحمراء واسمه رشيد الطبال، تبين أنه موضوع مذكرة بحث في قضية اغتصاب رفعتها ضده فتاة كانت تعمل معه في شركة للملابس الجاهزة. الذي يرافقه كان قد أمضى قبل 6 أشهر عقوبة حبسية مدتها 3 أشهر بعد أن أدين في قضية السرقة. كان عزيز يعلم أن خصميه سيحاولان التلفع بلفاع الضحية، ولكن ما تم اكتشافه عن ماضيهما القريب كان مما يطمئنه إلى أنهما كانا يستحقان ما نالاه من صفع ولكمة.